سوء الاتحاد المنسيري ضيع تركيزه من البطوله. أنا من اللي كان يلعب على التتويج، من اللي كان يلعب على البلاصه الثانيه، من اللي كان اليوم الناس كلها هرب، الناس كلها مشي. اسمع شوف يا رازي، هل الجولات الاخرى هذه نتاع البطوله ولا يصفصت الشامبيونه والله معناها جمعيات مش كما تلعب سمحني ضد الترجي في الجوله الثالثه ولا الرابعه، كما تلعب معاه في الجوله 25 ولا تلعب ضد المستير اول سيزون، شكون يربحها المستير؟ يربحها حتى حد تلعب دونك صفوس. وذاك علاش برشا فما شعور بالظلم، بعض الفرق يقول لك بزهري انا شو كي لعبوا ضدي ولكن المستير انقشي كيما السابي، لانه نادي المنزرتي انا مراد دريتو انيس بالنسبه لي انا نادي المنزرتي بالافكتيف اللي عنده احسن فريق فرجه كوره ملاعبيه شيء يعمل كيف رابور كاليتي بري كيما ولا رابور كالي وربي يهديه سي السعيداني وبرا انا للامانه نقولها ربي يهديه سي السعيداني وبرا النادي المنزرتي كان رايض اموره منظمه ربي يهديه الملعب الجيبسي انيس اللي معناها الوضعيه نتاعو نتاع فريق مجبر انه يعني معناها ينتصر في الجوله الاخيره للاطمئنان على الاقل، فهمت معناها لقى روحه في الاخر في وضعيه صعيبه ياسر، معناها الاخر جوله يتصارع من اجل ضمان البقاء. مشكله الملعب جيبسي رازي هي في تسجيل الاهداف، شفنا يعني المباراه السادسه والسابعه وممكن حتى من اول السيزون عنده مشكله نتاع إضاعة الفرص. إيزاكا شفنا اليوم، خلدون منصور، غرس اللاوي اللي سجل اليوم، يعني فريق اليوم ثاني أضعف خط هجوم، سجل 13 هدف على 25 مباراة، معناها شوية بالكل. دونك هذاك علاش هذه الإشكالية الكبيرة. لكن الفريق بصراحة تفرجت فيه، يعني فريق مميز، عنده عديد اللاعبين ممتازين، معناها في وسط الميدان موجود يصنع الفرص لديزارير لاتيرو، يطلع سيرتو نفزي من اليمين، عنده كل مقاومات الفريق، المفروض ما يكونش في الوضعيه هذه. باقي بعض الاشكال نتاع كل الفرق التونسيه، مشاكل تاع فلوس، شفنا يعني الاتحاد المنستيري قال لك عادش فما اجانب ملاعبيه اقل من 17 سنه، وهذا هو الاشكال في تونس بصراحه. اليوم رازي يعني ملخص للجوله كامله، استادات فما ثلاثه واربع مباريات من غير جمهور، ملاعبيه صغار، ناس في وسط السيزون تبدل الاوبجيكتيف نتاعها، بعد كي تمنع مطيح هو اللي يحكي على مولاد الجمعيه، ما فماش استراتيجي مستقبليه، يعني مشكله كبيره، يعني مشكله انه في وسط السيزون الناس تبدل في الاوبجيكتيف نتاعو. منعت برا نلعب شويه صغار، بالكش نلقاهم العام الجاي اخر موسم، خاطر صار الملاعبيه مش خالصين، تذكر وقت اولاد الجمعيه بعد يتذكر اولاد اول موسم ما يتذكرهمش. كي تبدا الاستراتيجيه ماهيش موجوده كما قال، معناتها شنو المشكل اليوم كيف الاتحاد المنسيقي لاعب لاعبيه 17 و18 سنه؟ ما ثم حتى مشكل بور مو راي، يعني اذا كانوا هو ان كلوب يحب يحضر للمستقبل نتاعو القروان كيف هكا لعبت ولاد المسيغ لعبت ما يسالش، اذا كان ما نعطيهمش لكن في الموسم الجاي يعملوا في انتي ديبيت، اذا كان اي فوالا هذا المشكل، اذا كان ما نعطيهش لا شونس انا توا باش نجيه وقتاش نلعبوا انا ولاد صغير 17 ولا 18 نجيبوا في معناتها ثم يفو توجور شوازير لي مومون باش تعمل دي سون نوفو باش تحط ملاعبيه. هو الحمد لله الموسم قاعد وفاء بالنسبة لاتحاد المستير، لأنه في مرحلة الإياب اتحاد المستير ثاني أضعف فريق بعد مدنين، والنتائج الخايبة نتاعو تزامنت مع رحيل اسكندر القصري ومع الأزمة تاع اسكندر القصري اللي ما بين ظفرين تو في الموسم، وطبعا شكرناه تقريبا نوفمبر وديسمبر وجانفي وفيفري، دونك ينجم يقبل منها شوية نقد. لو أنت عملت موسم ممتاز مع اتحاد المستير، علاش مشيت كملته مع جمعية أخرى؟ مخاطر ما عطاهوش متفقين تو اسكندر القصري ما ينجمش يقعد شهرين ما يخدمش، ها؟ تو ما ينجمش يقعد شهرين ما يخدمش، انا ساعات معناها خليها بحلاوتها كما قال فتحي، خدمت اعمل موسم سامحني لا جست تو حر يعمل اللي يحب معناها هذا دق هو بيرسوناج بيبليك، انت ربطت اسمك بموسم على مستوى الاداء كما قال فتحي قبليك متميز جدا للاتحاد المسكين، صارت مشكله اداريه ولا ماليه ولا قانونيه، تي ما قادر ارتاح ثلاثه اربع جماعات باش تكمل مع مستقبل جيبس وتخسر ثلاثه بلاش في بلادك وبك الصوره الخايبه وكل هذا، ساعات مدربين ينجموا يقبلوا نقد زاد نجموا ناخذوها دان بون كوتي غازي وكي كلامه صحيح مراد، لكن تنجم تكون استراتيجيه باهيه بزليزه وهو
بوغ بريباري لا سيزون ما نصورش يكمل معاهم العام الجاي. ما حتى كيف انا نخوها دم بوغ ما نصورش مش حتى الماتش هذوما. انت حضر غدوه. انا بهرت بمراد زرقوني اليوم. الارقام اللي جابهم مراد زرقوني. لا عثماني غبت اذا جمعات حضرت روحي شويه. حضر روحي سينو رازي ما يعيطليش الجمعه عليكم. لا سينو المدرب ما يعيطليش الجمعه الجايه. التنافس كثر. التنافس كثر. رازي وحاتم يحكموا على الاداء راهو. هكا هو معناها من بلاصه للجمعه الجايه. صحيح. الجمعه الجايه للتذكير ثم الانتخابات البلديه ما ثماش لحد رياض. دونك فما الاحد البلدي والاحد الانتخابي نرجع نهار 10 مش تقدموا انت صار الانتخابي لا صار الانتخابي نرجع صار نهار 10 مي في الخميس الرياضي مش حتى في الاحد درنا اليوم انا الثلاثاء الرياضي ما عملتهاش يا راس شوف لنا نهار ثلاثاء شوفك مره بالثلاث اما في الانتخابات البلديه الموفيولا جيبهم الموفيولا برشا حاجات باش ترجع حاجات في الموفيولا الملعب الجيبس يلعب ضد الملعب التونسي اخر جوله في جيبس نعطيو النتائج والترتيب بالنسبه للجوله قبل الاخيره اذا النادي الافريقي يتفوق على المتلاوي 5-1 فوز ملعب التونسي على شباب القرنين 3-0 انتصار نادي البنزرتي على نادي صفاقسي 2-1 فوز النجم الساحلي على رفيق منين 4 بلاش 1-1 بالاتحاد المنسيري لملعب جيبسي مستقبل جيبسي انهزم الاتحاد بنجد 3-0 وترجي الجيسي تفوق على ترجي الرياضي هدف مقابل 0 ترتيب ترجي الرياضي التونسي المرتبه الاولى ب 57 نقطه بفارق 10 نقاط على كل من الافريقي والنجم الساحلي في اللي يتنافسوا على المركز الثاني المرتبه الرابعه ونادي صفاقسي باش يكمل في المرتبه الرابعه مهما كانت نتيجه الجوله الاخيره ب 43 نقطه المرتبه الخامسه الاتحاد المنسيري 36 نقطة، المرتبة السادسة النادي البنزرتي 34 نقطة، 31 نقطة النجم المتلوي في المرتبة السابعة أمامنا، المرتبة الثامنة النجم المتلوي، المرتبة التاسعة شباب القيروانية 31 نقطة، المرتبة العاشرة مستقبل جابس 29 نقطة، المرتبة 11 من هنا يبدأ الناس الفرق اللي ما زالت معنية بالنزول، الملعب الجيبسي ب 25 نقطة، اتحاد بن قردان 23 نقطة، وترجي الجرجسي 23 نقطة، وأولمبيك مدين يغادر رسميا طبعا الرابطة المحترفة الأولى. نذكروا أنه الجولة الأخيرة باش تدور يوم الخميس 10 ماي، الترجي يستقبل شباب القيروانية، النادي البنزرتي مستقبل جابس، النادي الصفاقسي النادي الإفريقي، ثم الملعب الجابسي يلعب ضد الملعب التونسي، النجم المتلوي يستقبل اتحاد المنستيري، أولمبيك مدين يستضيف الترجي الجرجيسي واتحاد بن قردان يستقبل النجم الرياضي الساحلي ثلاثه الفرق المعنيه بالنزول ثلاثه يلعبوا زوز يلعبوا في بلادهم وترجي الجرجيس ينتقل الى مدنين ومدنين طبعا كان تكون رياضيا ناريه ما نحبش الكلمه برشا بين بن قردان والنجم الساحلي بلاي من توا معناها الجامعه التونسيه والامن من توا يوفروا الظروف باش الماتش يتم في احسن ظروف باش بعد ما يتفاجئوش يقول والله ما كناش نتصوروا. مقابله فيها رهان كبير ياسر لازمها تتم في احسن ظروف في بن قردان. باش ليطوال ما تظلمش كيما تكون اي فريق اخر مش يلعب في بن قردان. اه سيدي مرحبا بك كابتن وحيد كابتن ياسر المافيولا زوز مباريات اللي تصوروا نبداو بجرجيس هكا وترجي. نبدو ترجي جرجيس والترجي الرياضي اللقطه الاولى مطالبة ترجي جرجيس بضرب الجزاء اللاعب دخل منطقة الجزاء تصرف الحكم هنا تصرف سليم لا يوجد ضرب جزاء محاولة خداعة الحكم حتى لو كان فيه لمس بمجرد شعر باللمس قام بالسيميليشن وكان على الحكم بإمكانه حتى يعطي بطاقة صفراء في هذه اللحظة في لعبة مشابهة لهذه اللعبة مشابهة لقطة ثانية شوفوها أيوة لقطة ثانية هجوم لترجي جرجيس توغل من اللاعب ثم شوفوا سقوط اللاعب الحكم من الاول اشار بمواصله اللاعب ولكن بعد اعطاء ورقه انذار صفراء مع مخالفه غير مباشره نشوفوا بالصور البطيئه الحكم هيثم قيرات شوفوا صحيح فما فرانكوم حط اليد ولكن هذا مجرد اللمس لا يعطي لا يرتقي الى الخطا وبالتالي الحكم كان محق في اعطاء الورقه الصفراء لانه مجرد اللمس اللاعب ترجي جرجيس هذه عبد الباقي بن مسعود شدها لكم ديما يقول لك اللمس الذي لا يرتقي الى الخطا هذه قال لك ما فهمتهاش هو المحل هو قال لك ما فهمنيش هذه شو معناه هذه شوف تلامس
ينجم يكون تلامس تلامس ماهوش اي موجود في القانون تلامس تلامس اي موجود في القانون هذا معناتها مش اي مش مش تلامس مش احتكاك مش كونتاكت مش احتكاك مش مجرد لمس باش نعطيك انا مش مره نقول له يسر نقول له راهوك القانون اللي تقراه الواحد خليه راك اللمس ليس الدفع فما فرق بين اللمس والدفع اي دفع صريح دفع حاجه دفع هوني مش دفع حاجه كي تقول راه ماهيش ضربه جزاء وتتعدى اما راهو كي تقول راهو تلامس لم يرتقي الى خطا احنا نخاطبوا احنا نخاطبوا في راي عام كامل فيه راي العام كله كله ماهيش خطا فيه لاعبين رازي وفيه كل شيء في حتى اللي راي العام تعرف كله راي العام كله ما ثماش ضربه جزاء يا رازي هذاك في القانون وفتحي يعرف يتسمى رأي معلل صح محكمة زي ما تعرف ليه رأي معلل ماناش في محكمة احنا اما هدي يا اخويا معنا فتحي قول ضربة جزاء ولا ما تسماش ضربة جزاء هاي لقطة مولي يلا نمر خليش عبد الباقي يشد لك في الراديو نمر للحظة الأخرى تحياتنا ليه طبعا في الهدف الملغى في الدقيقة 44 لصالح ترجي جرجيس لحظة تمرير كرة اللاعب في أقصى الصورة موجود في موقف تسلل مع آخر تاني مدافع إذا الهدف تسلل وهنا في تشابه الحارس مرمى الترجي الرياضي مع شوف الزي يعني وتكرر أكثر مرة وخاصة في اللباس البديل للترجي الرياضي نعم اللقطة الأخيرة في مباراة لقطة أخرى هو الهدف أيضا ملغى في آخر ملغى في مباراة هذه الشوط الثاني شوفوه ما زلنا مع هذه اللقطه التوضيحيه ايضا هدف من حال التسلل شوفوا اللعبه افتكاك كره ثم تمرير وتم تسجيل هدف نشوفوا بالصوره الثابته عند تمرير كره من طرف زميله نشوفوا اللاعب متقدم على ثاني اخر مدافع والحكم المساعد اول كان خطأ في قراره سيدي المقابله الثانيه المرور المقابله او المباراه تقبل قيد اتحاد بن قردين اللقطه الاولى الهدف الاول طبعا هدف هنشوف هنتاكد هل هناك تسلل او لا في الدقيقه الاولى طبعا سريع جدا في لحظه التمرير لا يوجد تسلل لا يوجد لا يوجد تسلل والهدف صحيح والتمركز المساعد كان جيد الدرعي اللقطه الثانيه هي هدف ايضا ملغى للمستقبل جابس في الدقيقه التاسعه من كره ثابته مع التمركز يكون جيد من طرف الحكم المساعد رمزي حرش نشوفوا عند توزيع الكره تمرير من زميله نشوفوا اللاعب نتاع مستقبل جابس صحيح لمحاله صعبه نوعا ما صعبه نوعا ما ولكن خلينا نكون واضحين الصوره اللي تورينا متمركز خلف ثاني اخر مدافع هي شوف هي راهو كره ثابته معناتها الحكم المساعد يلزم يكون مركز واقف واقف معناتها معناها في تسلل هذا التسلل قلنا تسلل به في الدقيقه 14 ما زلنا مع نفس المباراه شوف دخول المهاجم على المدافع بطريقه اهمال شوف لا يوجد ضربه جزاء بل اذا كان لا مش عارف مش مستني الخطا عكسي طبعا وجيد الحكم استمر مواصله اللعب قرار سليم هوني باش ندخلوا في لقطات فيهم سلامه اللاعبين شوف اللقطه كي من هذه شوف هوني فيهاش كلام هوني ورقه حمراء مباشره هوني ما عادش نبغوا نحكيوا على قوي هذا استخدام قوه مفرطه استخدام قوه مفرطه المفروض الحكم يعلن معناتها يعطي الورقه الحمراء مباشره هوني اعطى القرار الخاطئ هو انذار فقط نشوفوا اي هذه الدقيقه 49 نشوفوا مره اخرى هذا معناتها ما فيهوش كلام ورقه حمراء مباشره نعم نحكيو تعامل سلبي بعد اربع دقائق نفس اللاعب رقم خمسه شيباني اللي ما خرجش ورقه حمراء يقوم بسلوك معناتها غير رياضي الكره خرجت شوف المرفق شيباني. في صدره معناتها نفس الشيء شوف كي ما خرجش ورقه حمراء ايه المفروض ياخذ حتى مادة الانذار والانذار هذا يكلفه ايضا الورقه الحمراء قاعد يلعب المباراه كامله الحكم هوني تعامل بطريقه سلبيه في سلامه اللاعبين لدينا ايضا لقطه اخرى في الدقيقه 73 في عمليه سلوك مشين واعتداء غير مبرر من اللاعب مستقبل جابس شوف طبعا هذه بطاقه حمراء مباشره اين الحكم تحت انظار الحكم هنا تحت انظار الحكم والحكم هنا الحكم تصرف سلبي جدا في هذه اللقطه تعامل معها بسلبيه بطاقه حمراء لا نقاش هذه ما فيش تسامح في مثل هذه اللقطات ما طاحت شيء هنا ما عطاش لا انذار ولا عباره هذه اللقطه هذه سلوك مشين واضح واعتداء كانت مشحونه جدا في الملعب الاولمبي في جيبس ممكن السلمي وقتها حبي يريز لعب
خاطر الحجر بدا يعبط على الحكم المسيح. احنا طبعا نفسر نحاولوا نفسروا نلقاو له تبرير. هو اللي احنا سلامة اللاعبين يا مراد فيهاش كلام. مزاد سلامة الحكام يقول لك. امشي جوا اللقطه. هذه اخر لقطه ولكن هذه مراكبه. نشوفوا الهدف الثالث نتاع بن قردان اللي احتجوا عليه الجمهور. نشوفوا ما عادش نحكيو على تسلل هذا خلف ما عادش نحكيو على ثاني ياخذ مدافع شيء ما نحكيو عليه. اللقطه هذه اللي يصير فيه توقيف اللعب من الدقيقه 69. شوفوا توقيف اللعب احتجاجات مع حجر دخل المراقب دونك من الدقيقه 69. نشوف باقي الحجر موجود يتم استئناف اللعب في دقيقه نشوفوها علاش دخلت الدقيقه 73 اي معناتها يمكن فما اربع حوالي اربع دقائق. نعم شوفوا اللقطه هذه كامل معاها. طبعا هنا في الدقيقه 89 في الدقيقه 90 اصيب المساعد الاول بحجاره الحرش ده الدولي. نعم حجاره في راس. طبعا هنا كان على الحكم ايقاف المباراه يعني هو ليه صلاحيه في مثل هذا ايقاف المباراه ما فيش. وهناك الحكم هنا يحاول يواسي يكلم في زميله وحتى الحمير المدنيه ضربوه بالحجر يعني شوف الحكم تعامله مع زميله شو يقول له يقول له شد صحيح شد صحيح يعني هو عنده ماتش لا 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 ما فيش يقول له كل حجر اثنين لا ما فيش مش غلط المهم شد حمايه زميلك حمايه زميلك مثل هذه المشكلة يقول له بالجرينتا كمل شد بعدين جيبوا الطرح بعدها جيبوا الطرح يا اخي مش يقول له جيبوا الطرح الدقيقة 91 الدقيقة 91 انا الحكم المباراة احنا قبل شوي شفنا اربع دقائق تقريبا ايقاف لماذا علامة استفهام في التوقيت المباراة خاطره خايف خاطره خايف الحكم وقف المباراة خاطره خايف ظهر على خاطر ما عادش ينجم يكمل ولكن الاربع في فرق هذه وقت المباراه ما هيش النتيجه نتاع النتيجه كانت حاسمه يا جماعه فيش جديد هذا خاف الحكم خاف على روحه قال وقف المباراه فك عليه هو حقهم ياخذوا قرار يضرب حكم مساعد بحجره ياخذ المباراه وكهو سلمت سلمت الصلاه شكرا به يعطيكم الصحه سيدي نمشيو الان الى ملخص للرابطه الثانيه اللي مازال زوج جولات فقط من مرحله البلاي اوف كما قلنا حممنا بسرعه لكن صار في المباريات الاخرى مع كل من سلام بن صالح حليم نوش. بعد موسم فقط في الرابطه الثانيه رسميا نادي حمام الانف يعود للرابطه الاولى بعد انتصاره اليوم على هلال الشبه قبل زوج جولات من نهايه مرحله البلاي اوف. جولة اليوم تسجل فيها سبع أهداف منها زوز ضربات جزاء واحدة الأولمبيك سيدي بوزيد سجلها مروان بن عمر والثانية النادي حمام الأنف من توقيع غايث صغير في حين تم إضاعة ضربة جزاء من اتحاد تطاوي. الورقة الحمراء كانت موجودة في هالجولة وكانت في وجه لاعب هلال الشابة محمد الصغرب. نادي حمام الأنف استقبل هلال الشابة على ملعب باردو وين تمكن من تدارك هزيمة الجولة الفارطة ضد قوافل قفصة وانتصر على الهلال بنتيجة زوز أهداف لصفر وهو ثاني فوز للهمهامة على الهلال في البلاي اوف بعد ما انتصر عليه في مباراة الذهب. الهمهامة بعد ثمانية جولات في البلاي اوف حقق فيهم ست انتصارات هزيمة وتعادل يلقى روحه في الرابطة الأولى قبل زوج جولات بعد ما حافظ على صدارة الترتيب منذ الجولة الثالثة. وبانتصار اليوم أصبح في رصيده 18 نقطة. في المقابل هلال الشابة بعد ثلاث انتصارات من تالية يتعثر اليوم أمام الهمهامة ويتجمد رصيده على 10 نقاط في المرتبة الرابعة ورغم الهزيمة هلال الشابة مازالت أماله قائمة في ضمان مقعد للرابطة الأولى ولا البراج. عثمان السعيدي يرجع للتهديف بعد ما غاب عليه الجولة الفارطة ويفتتح النتيجة في الدقيقة 27 للهمهامة ليضيف غايث الصغير الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق ضربة جزاء. في ملعب بن قردان اتحاد تطاوي سحب المركز الثاني ب 11 نقطة استقبل قوافل قفصة اللي تشارك معاه في المرتبة وكل فريق بحث على ثلاث نقاط للانفراد بالمرتبة الثانية والاقتراب أكثر من الصعود. الاتحاد اللي حقق نقطة التعادل في مرحلة الذهاب ضد القوافل تمكن في مباراة العودة من كسب ثلاث نقاط ليصبح في رصيده 14 نقطة وتفصل ثلاث نقاط في الجولة القادمة ليلتحق بنادي حمام الأنف الرابطة الأولى في حين القوافل تنهزم للمرة الثالثة في البلاي أوف كضيف في خمسة تنقلات وتلقى روحها في المرتبة الثالثة ب 11 نقطة. أيوب جرتيلا لاعب الاتحاد بدر بالتسجيل في الدقيقة الأولى ليضاعف مبروك الجندلي النتيجة في الدقيقة 13 في حين هدف تذليل النتيجة للقوافل كان عن طريق اللاعب اسكندر بالعافية في الدقيقة 18. سكاك الحديد الصفيقسي وبعد خمسة هزايم التالية استقبل اليوم أولمبيك سيدي بوزيد وينبحث على ثلاث نقاط باش يبقى في سباق الصعود. نفس الشيء للأولمبيك كان يرغب في الانتصار باش يقترب من كوكبة الطليعة.
وللجولة 6 ساعة التوالي السكاك يفشل في تحقيق الانتصار وما تمكن من الخروج كيم بنقطة التعادل في هالمباراة تخليه في آخر الترتيب 5 نقاط وحسابيا الرالوي مازال يلعب على البرج في حين الأولمبيك مازال في المرتبة الخامسة 9 نقاط وتنتظر زوز مونجيه ضد الهلال وحمندل. أولمبيك سيدي بوزيد بادر بالتهديف في الدقيقة 25 عن طريق ضربة جزاء نجح في تنفيذها مروان بن عمر في حين راسم النالوتي ذلل النتيجة في الدقيقة 34. زوز جولات على نهاية مرحلة البلاي أوف وزوز مقاعد للرابطة الأولى في الانتظار فلمن ستكون الكلمة؟ كيفاش قلت لي ميتر قبلك على ماما؟ قلت لك لها ماما طاحت في غفلة ورجعت في غفلة. أي ما فيق بها حد كي طاحت، ما فيق بها حد. كانت السادسة راهو مراد. وبداوا ياخذوا وفي السنة في جانفي حمام نلف تلعب على التيح. ومن بعد ما نعرفش المعجزة اللي وقعت معناها حمام نلف طلعت الأولى أول فريق يطلع. بطبيعة الحال سي لا دوش إيكوسيز سي مراد. منافسيها. فوالا بالطبيعة. ناخذوا النتائج الكاملة، حمنلف تفاز على رياض الشابي 2-0، 1-1 بين رالوي وأولمبيك سيدي بوزيد، وحتى طوين تفوق على قوف القبصة 2-1 ترتيب، حمنلف 18 نقطة في المرتبة الأولى، اتحاد الرياضي بتطاوين 14 نقطة في المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة قوف الرياضي بقبصة 11 نقطة، 10 نقاط لرياض الشابي في المرتبة الرابعة، المرتبة الخامسة أولمبيك سيدي بوزيد 9 نقاط، المرتبة السادسة سكاي حديد صفاقسي بخمسة النقاط اللي خرج طبعا من الحسابات. كذلك ثم احنا قلنا على الصفحه نتاعنا الفيسبوك ديمونش سبور، نذكركم بها ديمونش سبور على الفيسبوك، الفرق اللي صعدت من الرابطات السفلى معناها ورابطات الهوات ما يسالش يبعثوا لنا فيديوهات ولا صور نعديهم في الحد الرياضي. اذا مبروك لكل من ثم من الشمال اتحاد سليانا ومستقبل وادي الليل اللي صعدوا للرابطه الثانيه، هذايا من الشمال سليانه ومستقبل وادي الليل، مستقبل وادي الليل طبعا اللي كان عنده صولات وجولات كان في القسم الوطني وقتها وعمر سويح وقتها هو ظهر مع وادي الليل بدا معاه. ثم من الجنوب عندنا شكون؟ امل جربه صعدت للرابطه الثانيه. اي وشكون اذا كانت في الوطني زاد امل جربه وتذكر جمعيه جربه كانوا الاثنين به بعض الصور هذوما من امل جربه هي امل الجمعه جايه سي امل جربه تلقى بركه مراد نرجع لك بعد صور حلوه برشا هذه طبعا فرحانين بالصعود نتاعهم وكذلك نادي اجبنيانا اللي سعد لل هذه التصويره نادي جبنيانا يطلع الاصفر جبنيانا اول مره التصويره هذه تراه اول مره يطلع اخرى اول مره يطلع اول مره من وقت تكوينه عام 1960 يطلع وشكون هذا في باليش انت عملت لي مفاجاه كان تكريم الجمعه اللي فاتت في جبنيانا وهداو العائله الكل لانه الوالد الله يرحمه كان من المؤسسين لنادي جبنيانا عام 1960 كان يزاول دراسته في سوسة وتكونت جمعية وللأسف الوالد ما خلطش على مباراة الصعود لأول مرة للدرجة وعليش بالأحمر والأصفر تلعب جبنيانا والله تاريخيا ما نعرفش علاش نعرف الوالد يحب لي طول ما عرفش علاش في الاخر نجيب لك التفسير جبنيانا بالأحمر والأصفر والوالد يحب لي طول مراد أموركم نظمة مراد لا عجبك لا سي بيان مي انا معناها واحد كيما مراد تبارك الله ما شاء الله معناها جمعيه كيما جبنينا تقعد من عام 60 ما تطلعش ما خدمتش على روحك شويه انت باش تطلعها ولا والله شكرا معناها على الزريقه معناها اللي مش قالوا لي برشا مرات معناها كي روح جبنينا ما يسالش تطلع هذاك شرف وسام شرف انه اكو واحد قاعد محايد عمري شي قلت حاجه في البرنامج هذايا لا وعمري ما طلب حاجه وعمري ما طلبتها بس شكرا على كل على الصوره هذه الحلوه فرق النجم الراسي سبورتينغ المكنين باش تخوض دوره مصغره مع جمعيه جربه الاولمبي البيجي وستير جرزونا وجمعيه ريانا للصعود طبعا للبقاء في الرابطه الثانيه ولا صعود من الرابطه الثالثه للرابطه الثانيه وهذه فكره لرئيس الجامعه نذكره كان اعلن عليها في البرنامج الشهير اللي جاي معنا جي جوين قلنا مناور سياسي كبير واللي انت كنت حاضر فيها نذكرك معناها اللي انت كنت حاضر فيها هشام السيفي سجل ثلاثيه
في مع فريق أحد في ذهاب الملحق الفاصل للبقاء في الدوري السعودي الممتاز بعد ما غادر ماهر الكنزاري فريق أحد، يسجل الهدف 5 أهداف كاملة ضد الطائي مساء أمس. هشام السيفي كان سجل ثلاثية. طبعا المدرب اسمه سيدو دومبيا البلجيكي، ريتو انت هذا غادي ولا تعرفه؟ لا لا، سيدو دومبيا بلجيكي هو المدرب الجديد لنادي أحد. وطبعا مشي هشام السيفي سجل لحد الآن 8 أهداف في تجربته مع نادي أحد خلال 9 مقابلات، حظوظ وافرة لنادي أحد للبقاء في الدوري الممتاز مع لقاء إياب الخميس المقبل ضد كلمة على أحد وهشام السيفي، خاصة مع الكاتريام نتاع دوزيام ديفيزيون، خاطر عملوا سيستيم باش يكثروا في عدد الأندية. دونك هشام عمل فاز غتور باهية في السعودية، وحتى في بون ليو هذا ماهيش ريفيرونس كبيرة اللي تروا بيوت، لكن سجل في الماتشوات نتاع الكبار مع ضد الفرق نتاع الدرجة الأولى، يعني سجل 5 أهداف. ما تتصوروا باش يقعد باش يلعب المباراة هذيك هو ايوه نتصور ذهاب وياب وكهو، ذهاب وياب فقط، نعم فقط، ويضمن بقاء نتاعه مع الرابعة نتاع الدرجة، ويضمن بقائه في الدوري الممتاز السعودي. ونتصور اللي عمل دي بيرفورمانس باهين، ونتصور ان شاء الله ربي يجيبه في السواب، خاطر سي ان تيب اللي يخدم وعاقل ومتربي وهداف دو ناتور. صحيح. عناوين الصحف غدا شو تلقاو في الانوار؟ بطوله وطنيه مثيره حول الثانية وساخنة لتفادي النزول، ومحمد صلاح وجرته الشهرية تضاعفت 1,000,000 مرة، صح لي تضاعف ويستاهل على كل حال، يستاهل أكثر من هك. الشروق بلاي أوف الرابطة الثانية، الهمهمة تعود إلى الناسيونال وتطاوين تنعش الأمال، ثم مدنين تغادر وحسم مؤجل بين جرجيس بن قردان واستيدا. الصباح أمامنا أولمبيك مدنين يودع 3 فرق في مأزق، والنجم والإفريقي ينتظران هدية، والهمهمة طبعا حدث تعود رسميا للرابطة الأولى، وتطاوين تقترب. ثم تونس بدو ليغون سكوند بلاس لو سي سي سابديك، ومانتيان اتحاد بن قردين وجرجيس فون دو لا ريزيستانس، وليغ دو طبعا حم نلف وبارادي يقول هو في الجنة. يلا ثم لو طون امامنا بور لا دوزيام بلاس لو سي اي لو اس اس توجور كود ا كود، ثم ليغ دو حدث هو ديما في الحدث كل حمل الفاسير سون روتور يضمن طبعا عودته للواحد فينال روتور دو شامبيونان لابيل بور المستير ولو ساكر للرادس. اذا مباراه الغدوه هي مباراه كبيره برشا بين اتحاد المونستيري والنجم الراتسي، والكوب في الكاس فيرين فينال اسبيرانس اساس في الهوند، هذا في كره اليد، ربما الترجي تلعب مع جندوبه والليتوال تلعب مع الحمامات. لابريس تم في لابريس طبعا اديو لامي لو كونفرير اللي طبعا خميس العرفاوي مره اخرى نترحموا عليه. ثم بيجي المستير يقول ترانسبارونس اي تراسابيليتي دي كونت فيرديكت روبورتي بالنسبه لليغ اون طبعا على الجوله الاخيره، ويقول جرجيس على راشي والوالوا اي باسي بار لا بالنسبه للمستقبل جابس واتحاد بن قردان. شكرا لكم على حضوركم اليوم معنا، شكرا لك استاذ انيس مراد وماهر، نتلقاو ان شاء الله نهار الخميس 10 ماي. اطول اوقات متاحه الوطنيه الاولى، صباح الخير. Música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.